وفي على الجانب الآخر كتير صفحات شهيرة منعرف هوية أصحابها، مثل إلي حنا صاحب صفحة فاشن بوليس اللي رح يكون معنا بعد أقل من دقيقة عبر السكايب. فاشن بوليس للوهلة الأولى بتعتقدوا أنه صاحب الصفحة مجهول الهوية، لأنه اعتدنا أنه الشخص اللي بينتقد المشاهير أو إطلالاتهم بيخفي اسمه وصورته، ولكن العكس صحيح بالنسبة للصيدلي إلي حنا يلي بدأ من 6 سنوات كأول ناقد موضة في العالم العربي على السوشيال ميديا. وعلى الرغم من أنه تعليقاته ما بترحم لما يشوف كوارث متعلقة بالموضة والجمال، إلا أنه المشاهير بيحبوه ببساطة لأنه أسلوبه محترم وراقي ومقنع، وغير كل هذا مهتم بالقضايا الإنسانية وبينبذ التنمر والعنصرية. فهل كلامه الموزون ومثاليته هي السبب أنه ظهر بهويته الحقيقية؟ وهل حتكون تعليقاته لاذعة أكثر لو كان مجهول الهوية؟ يسعد صباحك يا إلي، مع أنك يعني حكيت على كريستيانو رونالدو وأنا كتير بحبه، بس يسعد صباحك معنا إلي من لبنان. صباح الخير لين، وصباح الخير لكل يلي عم بيتابعونا. أول شيء طمني الستايل تمام، كل شيء أوكي؟ ما بعرف إذا شايفني فوق. لا بيرفكت أمر تمام. خلاص تمام. إلي، أول شيء المعروف عن أي ناقد بشكل عام إنه ممكن يتعرض للكراهية من قبل البعض أو من اللي بيسموا حالهم جيوش الفنانين، ليه اخترت تفصح عن هويتك؟ ليك انا بالاساس ما خفيتها ترجع اكشف عنها، بل وقت بلشت الصفحه هيك على الخفيف ما كنت اخذها بشكل جدي، فما كان في مناسبه انه انا اكشف عن هويتي. بس بعدين لما لقيت الصفحه عم تلاقي اقبال عند الناس، فقلت انه ليش تظلم إلي حنا وخلي الصفحه تطلع على حساب إلي حنا، ليش ما اسم إلي حنا كمان بينتشر؟ وكان هدف انه الناس ما تقول انه فاشن بوليس نشر، كان بدي يقولوا الناس إلي حنا نشر هيك، إلي حنا قال هيك. وبصراحة وصلت لهدف، يعني بعد 6 سنين صاروا الناس بيقولوا إلي حنا مش فاشن بوليس، وقدرت أعمل ثقة بيني وبينهم، لأنه الثقة بتيجي لما بيكون صاحب الصفحة معروف الهوية، الثقة بتكون أكيد. أكبر بيوثقوا فيني بكل النواحي، فهذا كان هدفي وصلت له. تمام. طيب إلي، في حدا مثلا لما يشوفوك برا بالأماكن العامة بيحاولوا يعلقوا على ستايلك الشخصي، بما أنك أنت بتدقق على ستايلات الآخرين، هل هالشي بيزعجك؟ ليكي أنا معرض إن كان الريل لايف يعني برا، وإن كان على السوشيال ميديا وحساباتي الخاصة على مواقع التواصل، إنه أتعرض للنقد، وهالشي كتير طبيعي كونه أنا ناقد، فبرأيهم أنه لازم أنا أتحمل النقد، وبرأيهم لازم يكونوا قاسيين معي بالنقد، لأنه أنه أنت بتنتقد الناس، طيب رح نحن كمان نتقد. يمكن هذا الشيء كمان صار معك من سنة أو أكثر من سنة، نشرت صور عرس شقيقتك إليان، ووقتها تعرضت لانتقادات على الإطلالة، وهي أصلا ما كان عاجبها شعرها، بس الناس استغلوا هالموقف ومارسوا موهبتك بالنقد. ما قلت بوقتها يا ريتني أنا ما حطيت صور عائلتي ولا حطيت صورتي أصلا؟ لا 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 بالعكس بالعكس، انا اساسا هن بيعرفوا يمكن قسم صغير من افراد عائلتي، ما بيعرفوا الكل، بيعرفوا الناس يلي من عائلتي يلي قادرين يتقبلوا النقد، وإليان من الاشخاص يلي ما عندهم مشكله، يعني قد روحي رياضيه بعد روحها رياضيه اكثر، سو كنت عارفه انه انت حتطلعي والناس تعرفك بدك تتحملي اي شيء، وكنا عارفين انه اطلاله العرس تبعها رح تلاقي اراء ايجابيه واراء سلبيه. هلا الحلو انه الاراء السلبيه كانت بس على الشعر، يمكن لانه هو اساسا شعره كان محروق، فما في مشكله بهالموضوع يعني. على كل هي كانت قمر، كانت قمر من وجهها تحية لإليان كمان. وإلي كمان بدي أسألك، يعني أنت لو ما كنت كاشف عن اسمك وصورتك، هل كنا لقينا يعني منشوراتك أو انتقاداتك قاسية أكثر؟ لا مش قاسية أكثر، لو كنت أنا ورا الصفحة ومش معروفة شخصيتي يمكن كنت ححس إنه الناس حتعيرني إنه أنت خافي هويتك، أنت مين مفكر حالك عم تحكي، بس لا هيك بهالوضع الناس تعرف أنا مين، أنا شو الباكراوند تبعي، إن كان الثقافية إن كان العلمية إن كان أنا من أي مجتمع جاي، فالناس مثل ما بيقولوا أنا صفحة بيضة قدامهم. صحيح. بيعرفوا كل شيء عني، خصوصي إنه أنت جاي من مجال تاني تماما، يعني يمكن دراستك صيدلي وأنت فاشن بوليس، فهذا الشيء كمان يعني جرأة وشجاعة منك إنه أنت طالع بصورتك وما فارق معك هالشيء. طب إلي، برأيك هل في تأثير سلبي للصفحات مجهولة الهوية على المتابعين؟ أنا برأيي التأثير السلبي هو مش على المتابعين، هو التأثير السلبي على أصحاب الصفحات، لأنه حيتعرضوا لنوع من التنمر اللفظي، انه انتم مين مخبيين ورا الموبايل وعم تنتقدوا الناس او عم تحكوا على المشاهير او الى اخره، كشفوا عن هويتكم بعدين احكوا عن الناس. صح، وهذا الشيء اللي بنشوفه، لانه ديجا انا هويتي مكشوفه، هلا الباقيين ايه بلا بيواجهوا هيدي المشكله،
انا ما بوجهها صراحه، وانا بلاقيها شيء شيء سلبي كمان، لانه ما بتنبنى هيدي الثقه بين المتابع وبين صاحب الصفحه. 100%. انا ما بوثق بشخص وهمي، ما بعرف مين هو، ما بعرف شو خلفيته. صحيح. انا بوثق بصاحب صفحه معروف كل شيء عنه، بعرف اسمه، بعرف حسابه، بعرف صورته، بعرف وين بعرف كل شيء عنه، هذا بوثق فيه، وهون بتنبنى الثقه المضبوطه بين المتابع وبين صاحب الصفحه. سريعا، انا كثير عندي فضول اعرف اذا في لك مواقف مع فنانات انت انتقدت اطلالاتهم، احكي لنا اطرف موقف ونعمل لك يمكن بلوك بعد النقد. عندي كتير مواقف هيك، وكتير أنا تعرضت لبلوكات، والبلوكات تعرضت لها ببداياتي أكتر من هلأ. يعني كل يلي عملوا لي بلوك بالبدايات معظمهم هلأ شالوا البلوك، يمكن هلأ تقبلوني. قبل عن جد أنا من 6 سنين بلشت، كنت يمكن هيدا المجال جديد بالعالم العربي على السوشيال ميديا عم بحكي. صحيح. تحديدا. صحيح. فكان مثل شوك لقالهم أنه إجا حدا بده ينتقدنا شو ما نعمل. صحيح. ويكون كتير شفاف، كتير صريح وقاسي نوعا ما. عملوا بلوك أكتريتهم، بعد فترة شالوا البلوك خلص. يمكن شالوا البلوك. يمكن تعودوا على الموضوع النقد وشافوا أنه النقد محترم. صحيح. هون بلسة وعرفوا أنا مين ورا الصفحة. صحيح. فقالوا أنه هيدا ما عنده شيء شخصي ضدنا، لا هدفه يفوت على المجال الفني ولا هدفه يضارب علينا بشيء، أو أنه هيدا بمجال ونحن بمجال، واكيد ما عنده شيء خلفيه بتخليه انه ينتقدنا. 100%. شكرا كثير يا إلي، وعن جد من اكثر الصفحات الراقيه والمفيده.